تنهى المنانة. أنا بعد شخصيا والله حالتي راني نعتتها لله وراني نعتتها لسيدنا حالة الله يقسم لك يمين يفطر إنني ناصبته. لا إله الله. بقينا مهمشين مزروقين في الكبلة ولي صحراويين مغاربة ويلتنا لا ننتصفوا ويعدل لنا شي صالح ويعدل لنا شي زين. الشكوى المولانا شافني الله عندي من شفنا لا الله ما نخلصوا الكارطيات ولا نخلصوا شي ولا دخل علينا تنمية بشرية ومهمشين. وهل مشاهدين الكرام متابعين جريدة نيشان الآن كما كتشوفوا لازلنا في منازل الصفيح بمدينة العيون ومعنا أحد الساكنة. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. اسم كريم. سويل مالكنتاوي. سويل مالكنتاوي بغيناك تقد يعني تقرب المشاهدين الكرام والناس المسؤولة على لمدينة العيون على المعاناة اللي كتعانوا في الديور الصفيح. لا إله إلا الله ولد عمي حنا دريك عادنا هنا قريب من 40 عام وحنا ساكنين هون في الكب ما مسول عنا حد. أنا نتكلم عنك بعد شخصيا ما يدخل علي شي من الدولة ولا عندي شي. شفت لقمي لما جبتها من المناسبة والله ما يأكل أولاد ربي شاهد لي. ما قد ستفت بدار ولا قد ستفت ببلان ولا قد تسول عني حد بخنشي من الدقيق. بقينا هون ساكنين في الكبة اللي تراعي فيها شوفت قبلني الضيقة الراب وزرعي نشري بتصد عشر مية عيات ما تعد عندي توقف لي الضيقة ونوقف على أمو الفرناسية شوف حالتي يعطي لي فابور. واحد يقول لي لين توجدي فضت وجيبيها يا اليوم ذا حق لا إله إلا الله ليلة حقني ذو العواش السال ما يليوم يفطور يا ماني نصبته. الشكوى المولانا شافني الله. عندي بنيتين واحدة في خيمتها وواحدة راعية مربيتها نقريها تخرقني الضيقة نمشي نقيس الناس كيف وجاكم ويقبضوا لي دويرة يكروهالي لين توفى مني الضيقة الطبيب مانع علي هون شلين عدل. شاف الله حالي واحد يسكنك الشهر يقول لك اخوي اخوي لي طول عمرك انا سكنتك الا بك موجوع. واحد يعطيك اربعة اشهر واحد قاعد ما يعرفه يقول لك ابدا لا خلص. يا وحاني لين يخلق مناسبة الله يخلق عرسي كانك تجيب شوي تخلص من ذا الكراي لين تبرت عمل دوطريت من عاطيك الطبيب وانت قام عندك فضتها ما قد ستفت اعطاني من انا ذي البريري كراعيني هون بلد والدي وبلد بوي وبلد امي وبلد اهلي وبلد ترابي اللي رابيه فيها. احنا صحراويين مغاربه ويلتنا لا ننتصفوا ويعدل لنا شي صالح ويعدل لنا شي زين والله. ما ينقبض شي ويهم الشي ويبقى الشي والله حق الله فهمني والله. ما هي زينه ودموعك غالي ودلوقتي. واحد ينحاز واحد يكركب الكب انا ضري قريب من 40 سنه واحنا نحفت وشو حشكر عيا شوف شو مشقين شو ما لا اله الا الله. شاف الله الحاله راني نتكلم معاك لا لا اله الا الله. الوليد ما كتستافدي من التنميه البشريه ما كتستافدي من التناوب ديال المقاطعات حتى قف رمضان حتى ما استفدتي منها. راعيها الا ريتها عندي والله قد دخلت عليا راعيني راعيني قاعد دائم. ابدا مولى عيات تجي وتيته حد من هؤلاء المحسنين مصدق شوي الله يجزيهم يعطيهن يجي منا قفيفه الا هم اللي بعد اسمه ما هم اللي العامه تقبض لا شوي يجيب واحد يا وقع رمضان فايتين قام ما شفنا حد ولا رينا شفنا لا مولانا والله شفنا لا الله ما نخلصوا الكارطيات ولا نخلصوا شي ولا دخل علينا تنميه بشريه ومهمشين همشين مزروقين في الكبلة والي لتالي ما مصور عنك حد موت تكركر طلب عد اللي بغيت ما مصور لك حد وهذا يحكم به مولانا والله. احنا هاي صحرتنا والله حق الله فهمني والله بدا يلا تنعود ومنصوفين نعود صحراويين والله. وما يعود شي منا محيوز والله وشي منا مزروق في الكبة ما يصالحه والله. احنا كاملين متوحدين عرب الصحراويين مسلمين ويلتنا كاملين نعودوا خيمه واحده ويد واحده ما ينقبض القاويين زرق الضعيف والله فهمني ذا اللي نقول لك اضبط والله الا فهمك الدلو هذا راي حالتنا لا اله الا الله نعتن هالمنان انا بعد شخصيا والله حالتي راني نعتتها لله وراني نعتتها لسيدنا ونعتتها لمكاملين والله منيتي تقرأ
واحدة قاع راهي في خيمتها تهنيت منها. ثاني من يوم من أنا الثاني مسكينة تقرأ حق لا إله إلا الله في المعهد اللي راعيهم يسالوا. علاه يسالوا بهم العراس ضيك رمضان ما هو خالقي باش يتخلص. حتى قبل كي سالوك الوليد المعهد؟ سالوني عند أنا ما خيشي أربعة أشهر والله خمسة. شحال تقريبا؟ 24 في الشهر. 24 يعني ما يقارب قولي تقريبا. لا منين ها؟ لا منين يعود المناسبات رانا رواقيش والله. منين ولد عمي يمشي المناسبات ما نكذبوا على منا انا نموت. يعني انت الوليدة كترزق الا مع المناسبات؟ لا مع المناسبات تصور اللي رايت مع الجواد ومع الناس. مع الجواد رانك فهمتني. فهمتك. تصور اللي رايت اللي جبرته عيط له سولو. فهمتك الله. قول له هاي تصور ملك نتاوي فاش خدامه عندها شي يدخل عليها وتشوف. الله لا لا الله الحالة حالة الله يقسم لك يمين يفطر ماني ناصبته. الله الله يعمل يخليني إلى عدت اليوم اللي مطيبته اليوم على النار فطوري. خلاص صبرا مولانا. مشاهدي الكرام والله لعيب عيب وعارف كنشوفوا مرأة في السن يعني مرأة أم ديالنا هاد السالمة صراحة أنها كتعاني كيفاش أنت كمسؤول أنها كيديك نعاس كيفاش أنت كمسؤول أنها قاس كفطر مع أولادك ومرتاح والناس كتعاني في صمت ما رأينا شي. أنت كمسؤول على هاد القطاع ولا مسؤول على هاد المدينة ولا مسؤول على هاد الناس صراحة نحن الضعاف صراحة لا إله إلا الله. شوف والله إلا اللسان كيمشيو للتعبير كنشوفوا نساء كنشوف أمهات يعني المدخول ديالهم الوحيد أنها عايشة لا مع الجواد عايشة لا مع الناس لا مع المحسنين. وإلا ما كانوا هاد المحسنين وجد المرأة اللي في متبدل دي الأم ديالنا أنها تموت وكتقول وكتعبر بأنها ما لقات حتى فطور ديالها وبأنها مقصية حشوم وعيب من قفة رمضان. قفة رمضان إما كنت كتعطى لهاد الناس لمن كتعطى؟ رسالة موجهة للمسؤولين. قفة رمضان إما كتعطى لهاد الناس اللي في وضعية صعبة هاد الناس اللي في حالة يعني لا إله إلا الله محمد رسول الله. لمن كتعطى هاد قفة رمضان؟ بغينا نسولوا رسالة الناس المسؤولة. بغينا نوجه لكم غير رسالة. أن هاد الناس إما كانت كتستافد من التناوب اللي كتعطى العائلات المعوزات العائلات الأرملات مطلقات ما كيتعطاتش بغينا غنعرفوا حنا كنوجهوا رسالة. هذا غير سؤال بغينا كنطرحوا عليكم كمسؤولين على هذه المدينه وعلى هذا القطاع وبغينا نعرفوا باش تلقى ام يعني كتبكي بحرقه على الوضع اللي عايشاه. الناس راه منسيه هنايا الناس هنا راه ربي اللي عان بها راه ربي اللي عان بهاد الناس. كنوجهوا لكم رساله الناس مسؤوله الناس غيروا على هذه المدينه حتى المحسنين اللي بغوا يساعدوا هاد الناس بالقليل وبالكثير غنخلوا لكم الهاتف ديال السيد اللي مكلف بهاد ديور الصفيح. يعني اكثر من 48 عائله كتعاني ما عندها مدخول كتعاني من الجوع كتعاني من الماء كتعاني من الوضع الحار كتعاني من الفقر